يا اهلا يا اهلا يا اهلا بولاد بلدي، حبيب قلب ماما، حبيب قلب ماما معي. يجيك يا سيادة القاضي، يجيك يا سيادة القاضي، 7 ايام بحالهم سجن الناس بتاع فيسبوك ده. 7 عشان ايه يا سيادة القاضي؟ عشان خاطر رحت اشتري مسدس. حرية الدفاع عن النفس يا سيادة القاضي، احنا عندنا الحرية دي، نحن نملك هذه الحرية يا سيادة القاضي. اطلع اتكلم مع الناس وفهمهم امريكا بتعمل 1 2 3، يقفلوا لي الفيسبوك كده يا سيادة القاضي. طب حرية الكلام والاعلام فين؟ الفيسبوك بيخالف كل القوانين الدستورية بتاعت امريكا يا سيادة القاضي. يجيك يجيك يجيك، طب انا هقعد ازاي دلوقتي 7 ايام دول من غير ولاد بلدي لما يعملوا معايا تفاعلات؟ هيجيلي شنج، هيجيلي شنج عصبي. بس انا هفتكر كل حاجه كانوا بيقولوها لي وهحاول ارد عليها بمتاحة الحب. معكم الان مي خرسيتي من الولايات المتحده الامريكيه في منتهى الصدق والشفافيه كالعاده. بعد ما اتعالجت من الفتره اللي فاتت، وايه اللي حصل الفتره اللي فاتت؟ كان في فتنه. وماذا تعني الفتنه سيدي القاضي؟ اقول لك اقول لك. ناس كتيرة سألتني ايه اللي حصل لك الفترة اللي فاتت، ليه رجعتي من امريكا، من مصر طلعتي فجأة بتلبسي لبس غريب مش متعودين عليكي، شكلك واسلوبك وكل حاجة اتغيرت، وكنتي ضربها صرمة، what's going on. الخص لك الليلة كلها في ان انا اتفتنت، وانك مش عايزاكي تقلديني او تعملي زيي وانا في فترة الفتنة. لما يكون الانسان مفتون او متساق من الشيطان بيبان. عشان كده كلكم استغربتوا، في ايه؟ مالها؟ اللي حصل؟ اتجننت؟ حد عمل لها حاجه؟ وقعت على دماغها؟ حد ضربها؟ حد مسها؟ في ناس افتكرت ان حد عمل لي عمل وسحر. It's not all that guys, it's just الشيطان and it's just الفتنه. احنا كل شويه نتكلم عن الفتنه ومش فاهمين يعني ايه فتنه بجد. فتنه بجد، او ما خدناش الانسايت بتاعت الفتنه، او مش واخدين بالنا ان انا دلوقتي بمر بحاجه اسمها فتنه، ان انا داخل على فتنه. واخد بالك؟ الفتنه هي ان البني ادم يبقى عارف الصح وعارف الحقيقه وقدام عينه وما يشوفهاش، لان الشيطان بيغير له معناها حرفيا قدام عيني. يعني ايدي دي قدام عيني اهو، 5 صوابع، 5 صوابع، استغفر الله العظيم يا رب. الفتنه اهو، مش دول 5 صوابع؟ الفتنه ممكن تخليني لو استسلمت للشيطان وما قعدتش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتزمت مع ربنا اشوفهم الاثنين دول بس. لا دول اثنين، لا ماليش دعوه. اه صحيح هم 5 بس اللي معنى الحقيقي، اقعد اجادل ونط ونطور والكلام ده كله. So the point is بتحصل جدا ان البني ادم ممكن في اوقات ضعف، بالذات في الضعف لما يكون ضعيف او متضايق او مهزوم او مظلوم او اي حق، او بعيد، او بيصلي بجسمه بس ما بي مش واعي، او حواليه اصدقاء سوء بيقولوا له عادي يا حبيبي ايه المشكله، ده مش وحش، انت هم اللي وحشين، انت هم اللي غلطانين، هم اللي المفروض ياخدوا التفاصيل دي كلها. الناس اللي حواليك مهمه جدا. ممكن قوي قوي ان الشيطان يكون سايقه، لان الشيطان بيحب يجي لك وانت في اوحش حياتك النفسيه، بالذات ان انا اتشليت 3 ايام واللي هو شكلي عجز فجاه، اللي هو يا نهار اسود ايه اللي حصل لي، وانا بقيت هتشل وبقيت كذا، وفي الاخر وكل ده عشان طلعت كنت بحاول احمي الناس واقول لهم ما تخافوش والجو ده كله. فبرضه الصعبانيات اللي انا عشتها مع نفسي خلتني اعمل رد فعل لنفسي، طب بقى which is so stupid and so ignorant، وانت بجهل. لكن الحلو ايه بقى؟ ان البني ادم اول ما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم انا ايه اللي انا عملته ده يا رب، انا عايز اتوب، هيشدك في ساعتها. اول ما تكلمي ربك هيشدك في اي وقت في اي لحظه. كلنا معرضين ان احنا نتفتن، كلنا بلا استثناء معرضين ان احنا نتفتن. في انبياء كتيره كمان، هم الانبياء اللي كانوا في بطن الحوت، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللي هم برضو اتفتنوا الى حد ما، غلطوا، ربنا هذبهم وخدهم شدهم تاني. فيمكن ربنا عمل كده قدامكم، او سوري انا اخترت ان انا اعمل كده قدامكم بقياده الشيطان، وربنا عمل كده ايه بقى، ان انا بتوب بسرعة والحمد لله خدت بالي ان ده كان غلط. عشان اقول لك خلي بالك المشهد ده كان وحش، كان غلط، ما تقلدهوش، اخرته سودة. وانه سبحان الله الحالة اتبدل بسرعة والرؤية بقت اوضح والفكر يعني الحمد لله بقى في وقت جميل. يعني احنا الفترة اللي فاتت في اللايف بتاعنا كنا بنعمل حاجة زي جروب ثيرابي، كلنا كنا متفاهمين مع بعض، وطبعا اللايف قل جدا لانه من احدى الاسباب برضو انه ما فيش المشاهد اللي عليها، واحدى الاسباب التانية ان فيسبوك احصائيات كاحصائيات واللف ده كله مهم. يعني الكنترول روم بتاعت فيسبوك وجوجل بتزق اكتر الحاجات اللي فيها فتن والحاجات اللي فيها جدال، بتزقها اكتر على الناس، لان نسبه الزق بتاعت الفيديوهات اللي فاتت كانت او الوحشه 87% زياده،
فجأة كده، بالذات لما بتكلم في السياسة والدين وربنا، وبنصح بالقرآن الكريم وبوضح حقائق والكلام ده كله. دايما فيسبوك بيحب يعمل ايه، ان هو ما يطلعش حتى اشعارات ان انا موجودة. الناس كتير برضو قالت لي انا مستني اشعاراتك، اطلع ما بلاقيكيش، لا بس انا لايف دلوقتي، هي الاشعار ما بيطلعلكش. كل ده مش هتفرق، المهم ان احنا بنحاول نكمل مع بعض ونوصل الرسالة في وقت التوبة. وقت عشان كده مش بقول لكم انا اسفة يا جماعة ان انا عملت لكم كده، لا ده مش اسفة ليكم، انا اسفة لربنا. انا مش عايزة رضاكم، انا عايزة رضا ربي. Alright. مش عايزة اي حاجة من البني ادم، انا عايزة اللي اعمله للبني ادم الرسالة ان شاء الله اللي هي مفيدة وحصلت قبل كده وهنكمل تاني لغاية ما نموت، ربي يكون راضي عنها. لما ربنا يبقى راضي عن العبد الدنيا هتسلق، دي ما فيهاش مشكلة. كان في حد برضو سألني سؤال عن الوحدة وعن خيب الظن والكلام ده كله، قلت لها العلاج الوحيد لدواء الجروح والوحدة وخيبة الظن وخيبة الكلام ده كله الدين ربك. جربت كل حاجة، والعيال والأطفال والفرنتير والكوميونيتي سيرفيس وكل التفاصيل دي، ما فيش حد بيعوض غير ربنا، لأن احنا بنبقى دايما عشمانين في عبيد وبنبقى طالبين الحب والاهتمام من العبيد على الارض، حتى لو هم بيحبونا ممكن ربنا يشلهم ان هم يساعدونا. وحصلت معايا، ربنا شل الناس كتير بحبها انها تساعدني عشان يقولي انت مفيش غيري، عشان اطلب منه بس اتكلم معاه، يبقى في العلاقه المستمره بيني وبينه، وهو كريم جدا فوق التخيلات وفوق الوصف. الواحد بيندم انه ليه ما كلمتش ربنا من زمان، فده بيعوضني عن الوحده، لان انا دلوقتي في منتهى الوحده في امريكا، انا عايشه في منتهى الوحده. لا متجوزة ولا مع أهلي قهرا، مش اختيارا يعني، وأنا بحب إن أنا بيت أهلي أو بيت جوزي والحاجات اللي فيها عيلة دي. ففترة زمنية إن شاء الله هكون بتعدي، ويمكن الفترة الزمنية دي حلوة ليا إن أنا أدرس حاجات أكتر وأتكلم مع حضراتكم أكتر. الأسبوع ده هيبقى إن شاء الله أجاز على اليوتيوب، ولو هعمله لايف ممكن أعمله لايف على اليوتيوب شوية عشان أخد التعليقات والكلام ده، عشان بحب أتفاعل معاكم في ساعتها كده، تسألوني حاجة وأرد عليها في ساعتها، او على انستغرام او both of them I don't know. بيحصل معايا كتير حاجات، مواقف لطيفة ومختلفة. ما عنديش حفاريت في البيت، ما تقلقوش، التعبان اللي كان جوه البيت ده مجرد تعبان جاي من الجنينة، الاصوات اللي كان جنب الويندو كانت حيوان بيدور على اكل، الشال بتاع ماما كان في بيت اختي يعني نسيته في بيت اختي افتكرته عفريتي كمان، الحاجات اللي وقعت من على الحيطه دي كانت متلزقاها بدك تيب، والدك تيب ما كانش هيستحملها فوقعت. يعني الموضوع كله علميا يعني مظبوط، لانه في ذكر لله كتير الحمد لله، ما فيش يعني موجود الجن وكل حاجه، بس انا مايله اكتر ان هو لا بعيد عني الحمد لله. ممكن تبقى دردشه بس معاكم عشان نشوف الدماغ ماشيه رايحه فين وجايه منين، اللي هو what you guys think، انتوا ايه رايكم في الاحداث اللي بتحصل دي. ودلوقتي انا مستنيه لوك سميث عشان يفتح لي باب، برضو نسيت مفاتيحي جوه، فاللي هو يدي النيل عليا وعلى سنيني. كل يوم بيحصل معايا شويه اكشنز كتيره كده. مفتقداكم جدا، مفتقد اكون في وسطكم في مصر، مفتقد ان انا كل ما اخرج الاقي ناس تحبني وبنات تحضني وناس تسالني حاجات وناس تهذبني لو حابه. النقد البناء مفتقده منكم في الشارع، يعني في الشارع المصري. لما تعاملت معاكم في مصر السنه اللي فاتت كانت احلى فتره في عمري بصراحه، لانه كان في طيبه واحتواء وفهم والكلام ده كله. كانت الناس حتى لو مش حباني بتتعامل معايا باحترام وبتقول لي نقدها الحلو، عشان يعني ايه ممكن تفتح عليا على حاجه. ناس كتير اعتذرت لي بعد فيديو كورونا، بعد ما اتظلمت بسبب فيديو كورونا اعتذرت لي، قالت لي عندك حق واحنا اسفين وما كناش فاهمينك وما كناش فاهمين قصدك. انا كان انفعالي شديد لاني مش عايزه اشوف حالات زهر، كانت في ناس بتبعت لي انها تنتحر، ناس بتبعت لي ان هي مرعوبه، ناس بتبعت لي ان كده. وانا اهم حاجه يا جماعه قلت لكم تخصصي النفسي، ووريتكم الشهادات لما رجعت امريكا، ووريتكم شهادات على كذا لايف، ووريتكم شهاده الامتياز اللي خدتها من البيت الابيض من كلينتون، وشهادات تقدير تانية مختلفة، فالحاجات دي كلها الحمد لله موجودة اهو. وفي نفس الوقت ده دوري بقى ومسؤوليتي، لانه تخصصاتي تحليل سلوكيات. يعني كمان يا ريت مثلا علم النفس بتاع فرويد والعلم النفس الحديث اللي انا برضو عملت عليه فيديوهات، اللي خلي بالك ان علم النفس الحديث فيه فتن واعلام، فانا عارفه ان الحرب دلوقتي حرب اعلاميه اشرس من اي مره خالص. الارهاب هيختلف، واحنا لسه بنبتدي بقى عصر جديد من الخوف خلال وسائل الاعلام والاعلان الى حد ما والمعلومات المختلفه. فبفسر كل التفاصيل دي كل يوم، يوم بيومه،
وبحكي لكم برضو على احداث سياسيه هتحصل. ده مش تنبؤات يا اولاد، انا مش نبي، دي مجرد تحليل، لان البني ادم بيبقى قارئ، نقرا من هنا ومن هنا ومن هنا. واهم كتاب على وجه الارض في كل الحقيقه العلميه السياسيه التاريخيه هو القران الكريم، محدش في الدنيا هيعرف يحرفه، ممكن يحرفه في المعاني، ولكن لما نقرا بقلب نظيف وخشوع كده، يا ربي انا علمني، انا عايزه اتعلم، انا عايزه افهم. انا بقرا ساعات كتير غير العلاج النفسي، ساعات كتير بقرا القران الكريم عشان اعرف ايه الحدوته اللي حصلت قبل كده، وايه اللي هيحصل، وايه اللي احنا فيه. فبيوضح لنا كل التفاصيل، يعني انت مش محتاج عراف عشان يقولك ايه اللي هيحصل بكره. سو دمتم بخير وحب وسلامه، اتمنى انه الناس تقرا، اتمنى ان هي ترجع لربنا اكتر، وان الرجوع لربنا مش ملوش شكل معين، والكلام عن ربنا ملوش شكل معين، لان احنا بنحب ربنا. ادم بحب ربي لازم اتكلم عنه، لانه في الظروف اللي انا فيها دي اللي وقفني على حالي تاني، واللي رجع عيني تبتسم، ورجع الامل والامان في قلبي، ومخي يبقى شايف وهادي، وحب الناس موجود واكتر، والتفاهم اكتر اكشري، واللي يقول لي احنا بنحترمك اكتر دلوقتي ان انت اعترفتي لا غلط، لكن مش بعتذر لك ومش عايزه رضاك انت، انا عايزك بس تخلي بالك، او انت تخلي بالك انا كنت غلطانه، تعملي ازاي. لكن الاعتذار بقى الحقيقي بيني وبين ربي ايه؟ في السر اللي هيبان، الحاجات اللي بنعملها، العباده اللي بنعملها في السر ممكن تكون هتبان ان شاء الله على ف I don't know what's coming, I don't know what's gonna happen to me, I don't know هكمل شغلي وحياتي هنا ولا هناك ولا بين الاثنين. I have absolutely no clue yet. بعتولي اسئلتكم التانية المختلفة، في ناس بتسألني اسئلة شخصية جدا، باخد مخدرات ولا لأ، او متجوزة ولا لأ، مش عارفة تفاصيل من كده، في كلها خلقية بتاعت اخلاق يعني. انا قلت نفسي هم حقهم برضو، لان الناس انا بتكلم بالاخلاق والناس ونعيش ازاي والكلام ده كله، عايزين يطمنوا ان انا اخلاقي مش وحشة، هرد على اي سؤال مهما كان حساس مرة وتانية وتالتة ورابعة لغاية ما ترتاحوا خالص ان شاء الله. وطبعا النفس بعد الشر علينا كلنا، من اي نفس فيها حقد دي ما مش هنعرف نعالجها يعني. Alright, I love you guys. مكنش دعوة بالمكان ده خالص، المكان ده بس يعني انا مش عارفة اغير حتى تيشيرتي، لان هدومي جوه مقفول عليها باللوك، واللوك انا محتاجة حد يجي يفتحهولي، والتفاصيل دي كلها، بس هو عشان كان ايه في شوية بروبلم. باي.